الجيش الفضائي، لماذا تنتكس القوات العراقية أمام الإرهابيين؟ أسفرت هجمات داعش الإرهابي عن آلاف الضحايا من أفراد القوات المسلحة. الفضائيون أو ما يعرف بالجيش الفضائي أبرز أسباب انهيار الجيش. الجيش الفضائي هو جيش غير معروف على أرض الواقع، بل مجرد أسماء وأرقام. هناك نوعين من الجنود في هذا الجيش الوهمي. الأول متطوعون في الجيش لا يلتحقون مقابل إعطاء نصف الرواتب للضباط. الثاني هم الجنود غير الموجودين أصلاً، ولكن أسماءهم مثبتة في سجلات رسمية، ويتقاضى الضباط رواتبهم ومخصصاتهم. ليس هناك عدد حقيقي معلن للجيش الفضائي في القوات العراقية. العبادي أقر بوجود 50,000 منتسب فضائي في الجيش، أي ما يعادل 4 فرق عسكرية. لكن وحدة عسكرية في نينوى يوجد فيها 1520 اسماً لجنود وعرفاءهم غير موجودين. هناك من يشتري وزارات في الحكومة وبملايين الدولارات، وهذا يحصل أيضاً في الجيش، والمسؤولين يعرفون ذلك. من يتحمل مسؤولية الفضائيين في الجيش العراقي؟